نكملوا بعد الجغرافيا. عندنا واحد الخريطه نحاولوا نكملوا هذه الخريطه. اذا هي نعملوا ديال المغرب. اذا شنو نعملوا هنايا المغرب؟ اذا ماذا يحد المغرب؟ يحد المغرب شرقا الجزائر، ويحده غربا المحيط الأطلسي. اذا المحيط الأطلسي شرقا، اذا شرق الجزائر غربا المحيط الأطلسي. جنوبا شنو عندنا؟ موريتانيا. موريتانيا، نعم. وهنا شنو عندنا؟ الفوق، يعني هنا الحدود كاينه اوروبا. اذا نكتبوا هنايا، اذا هنايا البحر الابيض المتوسط. اذا البحر الابيض المتوسط. وممكن نكتبوا عطاونا هنايا اوروبا، حيت اوروبا هنايا حتى كاين واحد جبل طارق عاد كاين اوروبا. اذا هنايا عطاونا ديال البحر، هنا كاين المحيط الاطلسي وهنا كاين البحر الابيض المتوسط، لان هذا المغرب يحده شمالا البحر الابيض المتوسط، شرقا الجزائر، جنوبا موريتانيا، وغربا المحيط الاطلسي. اذا شمالا يحد شمالا البحر الابيض المتوسط. عاد كاينه يعني كيفصل ما بين يعني المغرب يعني في الشمال واوروبا، كيفصلها واحد جبل صغير هو جبل طارق. اذا هنا كاين عندنا البحر الابيض المتوسط. اذا شنو قالوا في السؤال السادس؟ على ماذا نعتمد في تحديد موقع بدقه فوق الكره الارضيه؟ اذا نعتمد في تحديد الموقع بدقة، على خطوط. إذا نعتمد في تحديد الموقع بدقة على، نكتب رجع سطر باش يجي أحسن، على خطوط العرض. خطوط العرض، وهما شنو هما هاد خطوط العرض؟ خطوط الشمال، والجنوب. خطوط الشمال والجنوب، واهم خط هو خط ايش؟ خط الاستواء. اذا واهمها خط، عايزكم بالتفصيل، واهمها خط الاستواء. هذا بالنسبه خطوط العرض. عندنا كذلك خطوط ماذا؟ خطوط الطول. بالنسبه لخطوط الطول اشنو فيها؟ فيها خطوط الشرق والغرب، خطوط الشرق والغرب. اذا بالنسبه خطوط الطول فيها خطوط الشرق والغرب، خطوط الشرق والغرب، واهمها هو ماذا؟ واهمها خط غرينيتش. اذا بالنسبة لشي باش كيعتمدوا في تحديد موقع بدقة فوق الكرة الأرضية، على خطوط العرض وهي خطوط الشمال والجنوب، وأهم هو خط الاستواء، وخطوط الطول، وخطوط يعني خطوط الطول هي خطوط الشرق والغرب، وأهمها خط غرينيتش. أوكي، إذا هنا خطوط العرض خطوط الشمال والجنوب وأهمها خط الاستواء، وخطوط الطول هي خطوط الشرق والغرب وأهمها خط غرينيتش. نعم، اذا دابا غنمشيو بالنسبه السؤال. دابا سالينا اذا التاريخ والجغرافيا، نمشيو التربيه المدنيه. وعندنا اول سؤال هو عرف الحريه. شنو هي الحريه؟ اذا كنقصدوا الحريه هي حق من الحقوق. اذا نكتبوها بعدا، هي حق من الحقوق. وشنو كتعني هذا الحق من الحقوق؟ اذا يعني وتشمل، اذا نعملوا مع الامثله، وتشمل حريه التعبير. إذا هي حق من الحقوق، وتشمل حرية التعبير والتفكير. وكذلك ماذا؟ حرية التعبير وحرية التفكير، يعني حرية التعبير على الأفكار. إذا عندنا حرية التعبير والتفكير، وحرية المشاركة والنقاش، وكذلك حرية الوعي. وحرية الوعي وحرية النقاش، أو المشاركة في النقاش، وحرية النقاش والمشاركة. مثلا المشاركة مثلا في المدرسة عن طريق هنا يعني نشوفوا ميثاق القسم إلى آخره. إذا هذا غير تعريف بسيط فقط. هي حق من الحقوق وتشمل حرية التعبير والتفكير وحرية الوعي وحرية النقاش والمشاركة. إذا دابا غنمشيو السؤال الثاني. املأ الجدول التالي بحقوق وواجبات استعمال الطريق. إذا كما كتعرفوا كل واحد
عنده حقوق وعنده واجبات، يعني ما عليه هو ما له، ما له حقوق خاصه، داكشي اللي خاصه، الواجبات شنو خاصه يعمل. اذا بالنسبه للواجبات ديال استعمال الطريق نبداو بها هي الاولى. اذا احترام قانون السير، احترام قانون السير، يعني خاصك تعرف قانون السير، تحترم قانون السير. اذا كذلك عدم اللعب في الطريق، عدم اللعب في الطريق، يعني الطريق ما كنلعبوش فيها، كنقصد على الشارع، يعني عدم اللعب في الطريق، لان كاين اماكن مخصصه للعب كاين بزاف. اذا عدم ازعاج المارة مثلا، عدم ازعاج المارة، مساعده مثلا كبار السن في قطع الطريق مثلا، ممكن مساعدة كبار السن على انتقال، إذا إلى عن التنقل يعني في الطريق إلى آخره. كاين بزاف، عملنا ثلاثة نكتفي بهذا القدر. نمشيو للحقوق. بالنسبة للحقوق، إذا بالنسبة للواجبات راه كاين بزاف، ما نلعبش في الطريق، نحترم يعني ما نزعجش الناس آخرين، كنت راكبة في المواصلات ما نزعجش واحدين آخرين، يعني بصداع ولا بالموسيقى الصاخبة نعمل لي زيكوتور إلى آخره. إذا بالنسبة للحقوق، خاصني حق التنقل، عندي أنني نتنقل وما يمنعني حتى واحد باش نتنقل، حق التنقل. وكاين كذلك حق تعلم، حق تعلم قواعد السير، حق تعلم، يعني كيفاش انا نحترم قوانين السير وانا ما عارفاش قوانين السير، خاصني نعرفهم بعدا، خاصهم يعلمهم لي واحد كبر مني. اذا حق تعلم قواعد السير. اذا دابا سالينا هاد الجدول، قلنا بالنسبه للواجبات احترام قانون السير، عدم اللعب في الطريق، عدم ازعاج مره، بالنسبه للحقوق حق التنقل، عدم حق تعلم قواعد السير. دابا نمشيو ميثاق القسم. ما معنى ميثاق القسم؟ بالنسبة لميثاق القسم هو التزام أخلاقي، يعني كيبينك مجموعة ديال القواعد والمبادئ. إذا ميثاق القسم هو التزام ماذا؟ أخلاقي. التزام أخلاقي ماذا يبين؟ لمجموعة من أفراد، يعني كيكون بزاف الناس، لمجموعة من الأفراد. إذا شنو كيكون في هذا الميثاق؟ مجموعة من الأفراد يشمل على ماذا؟ يشمل على مبادئ. إذا يشمل على قواعد ومبادئ، يشمل على قواعد ومبادئ. هذه المبادئ والقواعد خصنا نحترموها، علاش؟ متفق عليها يجب احترامها. لماذا؟ ويساهم في تجويد وتحسين العمل، في تجويد العمل، هي تحسين العمل. إذا نقرأ لكم التعريف. ميثاق القسم هو التزام أخلاقي لمجموعة من الأفراد يشمل على قواعد ومبادئ، إذا ومبادئ متفق عليها ويساهم في تجويد العمل. إذا همشو دابا أذكر أربعة من القواعد التي يتضمنها ميثاق القسم. مثلا الانضباط داخل القسم، الانضباط داخل القسم. نعم، كاين حاجة أخرى، مثلا المحافظة على البيئة، مثلا عدم رمي الأزبال إلى آخره. المحافظة على ماذا؟ على البيئة. المحافظة على البيئة، إذا المحافظة على البيئة، العمل والسلوك داخل احترام الأساتذة والأستاذات، احترام الأساتذة والأستاذات، احترام الأساتذة والأستاذات. إذا كذلك العمل والسلوك داخل القسم، إذا العمل والسلوك داخل القسم، العمل والسلوك داخل القسم، داخل القسم. هذا بعض الأمثلة، وكاين بزاف ممكن تعملوه تنتوما أربعة آخرين. إذا الانضباط داخل القسم، المحافظة على البيئة، احترام الأساتذة والأستاذات، العمل والسلوك داخل القسم. إذا نتمنى نكون فدتكم هذا التصحيح. شكرا وإلى اللقاء.